20 قتيلا وأكثر من 30 مصابا في تصادم قطار مع سيارتين بمزلقان دهشور بالجيزة. الببلاوي يضع حجر الأساس للنصب التذكاري لضحايا الثورة ويؤكد أولوية الحكومة هي القضاء على الإرهاب وإقرار الأمن. لجنة الخمسين تقر جميع المواد الخاصة بالسلطة القضائية وتعلن أنها ستنتهي من عملها قبل نهاية الشهر الجاري. عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش، موعد وفترة إخبارية شاملة جديدة على شاشة أنيل. أهلا بكم ولا التفاصيل. السادات وسادة، تحية لحضراتكم. لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين إثر تصادم قطار بضاعة بسيارتين أحدهما حافلة ركاب على طريق الفيوم دهشور. وقد ألقت قوات الأمن القبض على سائق القطار وعاملي المزلقان، هذا وقد نعى مجلس الوزراء ضحايا الحادث مؤكدا حرصه على متابعة تطوراته مع وزير النقل والصحة. وشدد المجلس على ضرورة سرعة التحقيق في أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين إذا ما ثبت أن هناك قصورا. من جانبه وجه الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات لضحايا الحادث، حيث سيتم صرف مبلغ 20,000 جنيه لأسرة المتوفى. من جانبي أكد اللواء حسام المناوي نائب مدير أمن الجيزة أن الحادث نجم عن اقتحام سيارة نقل للمزلقان أثناء عبور قطار للبضائع. الحادث عبارة عن أن كان في قطار محمل بالبضائع قادم من اتجاه بني سويف باتجاه الواحات، حال عبوره المزلقان على طريق الفيوم تصادف مرور سيارة نقل بمقطورة قادمة من الفيوم باتجاه القاهرة، فاصطدم بالكابينة الخاصة بالسيارة النقل ففصلها عن السيارة، وحال عبور الحارة الأخرى من الطريق كان متواجد موجود بيعبر الطريق ميني باص محمل بالركاب، واصطدم بالقطار ودفعه لمسافة بعيدة تقارب حوالي من 800 لحوالي كيلو بعيدا عن الطريق. شيعت جنازة المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي استشهد أمس إثر قيام مجهولين بإطلاق نيران على سيارته. وتقدم الجنازة العسكرية الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ووزراء الإسكان والقوى العاملة وعدد من قيادات الجيش والشرطة وأقارب الضابط الشهيد. ابني الوحيد اللي ما فيش غيره بنت ولا ولد. كلنا ولاد. ما فيش غيره. احنا كلنا اولاد. غيره بنت ولا ولد. كلنا ولاد. هو اللي كان بيسأل عليا. هو اللي كان بيجيني. هو اللي كان لما يجيني يقول لي سلامتك يا ماما. وياخدني يوديني للدكتور ويجيب لي العلاج. مين بقى يوديني يا ابني؟ بهذه الكلمات المؤثرة لوالدة الشهيد البطل محمد مبروك. يعجز اللسان عن الكلام. جنازة عسكرية وشعبية مهيبة للمقدم محمد مبروك محمد المسؤول عن النشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطني. الشهيد هو الابن الوحيد لوالديه، ولديه 3 من الأبناء، مايا 11 سنة، زينة 7 سنوات، وزياد 5 سنوات. اشتهر بالكفاءة والأخلاق والتفاني في العمل، كان المثل والقدوة للكثير من الضباط والأفراد والجنود. اللي خلاك تتكلم دلوقتي يا عبد الله؟ قال لي ازاي محمد؟ قلت له الحمد لله كويس. قال لي طب كلميه كده؟ قلت له يا لهوي، يبقى جرى له حاجة، يبقى جرى له حاجة يا عبد الله. قال لي لا ما جرالوش، بس روح يكلميه. رحت كلمته، رد علي زميله قال لي طب بعد شوية حاجة اتصلي وانا هكلمك هبقول لك. قلت له محمد مات؟ قال لي لا ما ماتش. قلت له لا مات. قلت له لا مات. قلت له لا مات. قالوا لي بقى انه مات. قالوا لي مات. قالوا لي مات.
قالوا لي اني مات. وزارة الداخلية اكدت انها لن تترك حق الشهداء وستسعى للوصول الى هؤلاء القتلة الارهابيين مهما تكبدوا من تضحيات. هذا هو الارهاب الاسود الذي اطل برأسه، وان شاء الله عازمون على ان نقطع رأسه وان نجتثه من المجتمع حتى يأمن هذا المجتمع، يعود له أمنه وأمانه واستقراره. نضحي بأرواحنا فداء لهذا الوطن، نضحي بأرواحنا فداء لأمن كل مواطن من أبناء هذا الشعب. إن شاء الله عازمين على أن تستمر مسيرة هذا النضال وهذا التحركات التي نقوم بها في كافة المجالات من أجل أن نصل إلى كل من وراء هذا الإرهاب ونقطع رأسه بإذن الله. وقائع الاستشهاد يا فندم بتأثر على معنويات الضباط؟ بل تزيدها قوة وإصرار. كلما يقع من بيننا شهيد يزيدنا قوة وإصرار على استمرارنا في أداء عملنا بكل روحنا عالية وبكل تفاني وإخلاص، وبإذن الله قادرين على أن نخلص المجتمع من هذه الآفة بإذن الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. الشهادة أعلى مراتب الإيمان، والشهيد يتشفع في 70 من أهله. محمد علوي، النيل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة اللواء أحمد عبد الفتاح الخبير الأمنية. سيادة اللواء، كيف ترى هذا الحدث خاصة وأنه قد يحمل عدة دلالات سياسية أكثر منها جنائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أستاذ أننا أتقدم بكل الأعزاء لشعبنا المصري جميعا قبل أن يكون العزاء لوزارة الداخلية ولأسرة الشهيد الذي نحتسبه عند الله في جنات الخلد بإذن الله تعالى. الحقيقة أنا عايز أقول أنه هذه الأعمال كما ذكر كل قيادات وزارة الداخلية لم تسني الوزارة عن أداء مهامها ورسالتها السامية في محاربة هذا الإرهاب الذي أطل برأسه الأسود المعين. هذه الأعمال احنا اعتدنا عليها في جهاز الشرطة منذ الثمانينات ومنذ اخر السبعينات، وانا بقول لهذه الجماعة المحظورة تذكروا هذا التاريخ، فمهما تكن اعمالكم ومهما تتفقد فلن تسني الجهاز عن اداء عمله، لان الشرطة يؤدي عمله كرسالة وليس كوظيفة، رسالة استقرار الامن والاستقرار لهذا الوطن. انا بس في رسائل عايز اوجهها لوزارة الداخلية، ارجو انه يعني ان شاء الله طبعا جهود البحث ستتوصل الى الجناة، ووزارة الداخلية لديها من المهنية العالية والكفاءات الواعية والامكانيات التي تمكنها باذن الله تعالى من ضبط الجناة في هذا الحادث او في اي حوادث سابقة، وان شاء الله ستستطيع درء اي اعمال. بالتأكيد عفوا لمقاطعتك، وهناك المزيد من الرسائل يجب إيصالها إلى وزارة الداخلية وإلى مصر من خلال هذا الحادث لاستهداف رجل الشرطة الذي نحسبه عند الله. أنا مع حضراتكم جانبا من اجتماعات مجلس الوزراء، حيث عرض الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تعازيه للشعب المصري حول حادث قطار القاهرة الفيوم، كما عبر عن تعازيه أيضا للشهيد محمد مبروك شهيد الداخلية اليوم. وأكد رئيس الوزراء على أهمية مرفق السكك الحديدية كمرفق حيوي بالنسبة لحركة النقل في مصر، وأكد على أهمية السلوك البشري في مراعاة كل هذه العوامل في مثل هذه الحوادث. على أي حال عبر عن تعازيه للشعب المصري اتجاه هذه الحوادث. بعد ذلك تحدث الدكتور إبراهيم الدينيري وزير النقل الذي أكد أن هناك ما يقرب من 871 مزلقان تابع لهيئة السكك الحديدية تراعى فيه الشروط والضوابط الرسمية، وأن هناك ما يقرب من 4500 مزلقان أهلية تم إنشاؤها من جانب الأهالي، وهذا الحادث وقع في واحد من هذه المزلقانات نتيجة عبور إحدى الشاحنات وأيضا أتوبيس رحلات للمزلقان ومغلق بالجنازير مما أدى إلى هذا الحادث. بعد ذلك أكد وزير النقل أنه انتقل إلى موقع الحادث وأمر بصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأيضا تعويضات لأسر كل متوفي، وأكد على أهمية التحقيق العاجل في هذه الأحداث
حتى يتم محاسبة المقصرين. بعد ذلك كان هناك اجتماع آخر في مجلس الوزراء، هي اللجنة الوزارية المتعلقة بتنمية مشروع هيئة قناة السويس. في بداية هذا المؤتمر أيضا تحدث السيد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، وأكد على أهمية هذا المشروع وأن هناك لجنة وزارية متخصصة اجتمعت اليوم وناقشت كل أبعاد هذا المشروع، وتم إنشاء ما يعرف بالمجلس التنفيذي لتنمية مشروع قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. بعدها تحدث الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المجلس التنفيذي لتنمية هيئة قناة السويس، وأكد أنه تم إعداد كل الدراسات المتعلقة بهذا المشروع أيضا لعرضها على مكاتب الخبرة العالمية بدءا لتنفيذ هذا المشروع. مشاهدينا الكرام، نتواصل مع حضرتكم ولكن بعد هذا الفصل ابقوا معنا. متابعتنا تتواصل. وضع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي حجر أساس النصب التذكاري لشهداء ثورتي 25 يناير و30 من يونيو بميدان التحرير. وخلال مراسم الاحتفال أكد الببلاوي أن الحكومة لن يهدأ لها بال حتى تقطع يد الإرهاب وأن تحقق وتقر الأمن والاستقرار بالشارع المصري ولكل المصريين. ميدان التحرير اسم سيظل محفورا في وجدان وعقول المصريين، فهو رمز الثورة التي توقفت عندها عجلة التاريخ لتبدأ مرحلة جديدة تنسم فيها المصريون عبير الحرية. ومن جديد يعود الميدان إلى سابق عهده في ظل عملية التطوير وإقامة النصب التذكاري لشهداء ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو بحضور رئيس الوزراء حازم الببلاوي ولفيف من الوزراء والشخصيات العامة والسياسية. إننا على الدرب سائرون لنحقق لمصرنا الغالية ما تستحقه من مكانة بين الأمم، كما لم يهدأ لنا بال حتى نقطع أيادي الإرهاب ونطحر قوى التخريب والإجرام لينعم أبناء مصر أينما كانوا بالأمن والأمان. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى مصاب الثورة وأسر الشهداء، وأؤكد لهم أن رعايتهم واجب علينا. ويأتي هذا الاحتفال تقديرا لجميع الشهداء في التحرير ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومزبير والاتحادية وسيناء وكريتاسة والعمرانية وجميع أنحاء مصر. 25 يناير دي أساس الثورة، أساس البلد، أساس أنهم شالوا الظلم 30 سنة، وابني استشهد هنا وضمه هنا هوت في ميدان التحرير، سال هنا هوت هو 41 شهيد من شهداء ثورة 25 يناير في ميدان التحرير. وسوف يتم طرح مسابقة كبرى لتخطيط ميدان التحرير وأخرى لتصميم النصب التذكاري للشهداء ضمن المخطط العام الجديد للميدان. إن كان هذا الميدان سيظل شاهدا يروي عن أيام وأحداث لن تمحى من ذاكرة المصريين، فإن شوارعه المحيطة ومن بينها شارع محمد محمود سيبقى يحوي بين جنباته ذكريات عن شباب دفعوا حياتهم ثمنا لحرية وديمقراطية لطالما حرموا منها على مدار عقود. فالنصب التذكاري يأتي قبل يوم من ذكرى أحداث شارع محمد محمود والتي سقط فيها عدد من الشهداء. وقبل هذه الذكرى اعتبر مجلس الوزراء شهداء أحداث محمد محمود الثانية شهداء الثورة أسوة بشهداء الأحداث الأولى. صوب على جيكة بكاميراته مرمي على الأرض وبيعاني والدم بينزف ماله حدود، بقى جيكة شهيد جثمان ممدود فارد دراعاته وبيهتف وكأنه اليوم أصبح مولود. الشارع ده كان يوم مسدود مع كل شهيد أصبح موجود، الشارع ده محمد محمود. وقبل هذه الذكرى اعتبر مجلس الوزراء ضحايا أحداث محمد محمود الثانية شهداء ثورة أسوى بشهداء الأحداث الأولى. محمد شعبان، النيل. يعقد تكتل القوى الثورية والمجلس الوطني المصري والجمعية الوطنية للتغيير مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن فعاليات إحياء ذكرى شهداء شارع محمد محمود التي تحل غدا الثلاثاء. ويتجه عدد من الكيانات على رأسهم الجمعية الوطنية للتغيير وتكتل القوى الثورية إلى إقامة سرادق في شارع محمد محمود لتأبين الشهداء، بينما تستعد جبهة طريق الثورة ثوار إلى إقامة عدد من المسيرات في عدد من الميادين من بينها ميدان طلعت حرب تتجه إلى ميدان التحرير.
صرح محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن اللجنة انتهت من باب السلطة القضائية. وقال سلماوي أنه تم التوافق داخل اللجنة على جميع مواد السلطة القضائية بمختلف فروعها الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة.